عمل رجال الإطفاء بالغ الأهمية والمسؤولية لجهة حماية الناس وممتلكاتهم، يتطلب الكثير من الشجاعة والتفاني. بأقل من 500 عنصر يتوزعون على عدة مراكز، واجه فوج إطفاء دمشق مئات الحرائق بعد أن زادت نسبتها في الأشهر الماضية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الأعشاب الجافة. كان في عبء كبير على عناصر فوج الإطفاء المدينة والريف لقيام بأعمال خلال الشهرين أو ثلاثة الماضية بشكل كبير، غطينا يعني تقريبا المدينة وأطراف المدينة وريف المدينة بشكل ممتاز، والحمد لله ما عندنا خسائر بالنسبة للأرواح، في خسائر مادية فقط. تقريبا نحن يعني خلال شهر حزيران طفينا أكثر من شيء 70 حريق. قائد السرية مناوب على مدار 24 ساعة بيتابع عمل السرية عن طريق العمليات وعن طريق المراكز. بس يصير أي حريق بيجينا لغرفة العمليات بيخبروني وأنا بقول له شو يتصرفوا. في حرائق كثير لازم أنا أكون موجود فيها، عم نكون متواجدين على رأس العمل مع عناصرنا منوجههم، وبحيث أنه يتم إغماد الحريق دون خسائر بشرية والإقلال ما أمكن بالخسائر المادية. جانب ملعب تشرين كفرسوسة، جانب ملعب تشرين. زيادة تشخيص للساحة، زيادة تشخيص للساحة. احنا هون بالعمليات بنتلقى نداءات الاستغاثة على رقم التليفون 113، وهذا نداء الاستغاثة موجود على مدى 24 ساعة ضد أي حريق أو غريق أو حادث سير أو أي شبه ذلك. أي اتصال بيجينا على 113 لا يهمل. يعني بحبها كثير المهنة هاي لأنه فيها أجر وأجرة وإغاثة ملهوف فيها، والناس كتير تحترمنا وبتشكرنا. سائقين عنا بس صعوباتهم انه بدهم بس يصلوا على الحريق بهالزحمه، بيجينا عناوين غلط، نحن بنسال يعني بنوقف وبنسال العالم بدنا العالم. نحن طبعا نتعرض لكثير مخاطر اثناء اخماد النيران، فرضا بحرائق المنازل ممكن نتعرض لانفجار جرة غاز مفاجئه او انهيار مباني، بالمباني القديمه ممكن يصير في انهيار، وبحرائق الاعشاب بالصيف ممكن تلتف النار علينا نتيجة انعكاس اتجاه الرياح، أوقات نطلع انفجار عبوات ناسفي من مخلفات الإرهابيين. مباشرة من اتصلنا عليهم دغري، يعني ما في شغلة دقائق، يعني الوقت ما استغرق شغلة 5 دقائق اللي كانوا هون عندنا. يعني الشباب تعبوا بهالشوب وبهالحر، يعني واجبنا كمان نساعدهم.